بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، وداعياً إلى الله بإذنه، وسراجاً منيراً، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره وتمسك بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً. وبعد، فإن الموضوع كما سمعتم هو عن فقه المرأة وما يجب عليها في الإسلام، لأن المرأة كما تعلمون هي شقيقة الرجل، وهي شطر المجتمع، وهي المربية في البيت، وهي كما قال الشاعر: والأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. العناية بتثقيف المرأة وتعليمها دينها وما يجب عليها أمر واجب. وكما سمعتم من فضيلة المقدم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخص المرأة ببعض المجالس من مجالسه صلى الله عليه وسلم، بل إنه لما خطب خطبة العيد خطب الرجال ثم ذهب إلى النساء وخطبهن ووعظهن وذكرهن. وتجدون في القرآن الكريم آيات كثيرة تخص المرأة بالتوجيهات مع دخولها في الرجال، مع دخولها مع الرجال في خطابات الشرع. فالمرأة مثل الرجل فيما يجب عليها من أركان الإسلام وأركان الإيمان وأداء الواجبات وترك المحرمات، المرأة والرجل في هذا سواء. فالمرأة مثل الرجل في العقيدة والتوحيد وإفراد الله تعالى بالعبادة واجتناب الشرك، المرأة والرجل في هذا سواء. كل يجب عليه أن يوحد الله عز وجل وأن يعبده حق عبادته، وأن يترك عبادة ما سواه. وهي مثل الرجل في وجوب الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، وهي مثل الرجل لأنها يجب عليها أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهي مثل الرجل في التقيد بطلب الرزق الحلال والمكاسب المباحة وتجنب المكاسب المحرمة كالربا والقمار والغش وغير ذلك من المكاسب المحرمة. الرجال والنساء في هذا سواء، ونصوص الشريعة عامة للرجال والنساء في هذا وفي غيره. والمرأة مثل الرجل في استحقاق الثواب على الطاعة واستحقاق العقاب على المعصية. أما في الثواب، الله تعالى يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين
والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات حافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالمرأة مثل الرجل في استحقاق الثواب على الطاعة ودخول الجنة، وهي مثله أيضا في استحقاق العقاب على المعصية وفي دخول النار. يقول جل وعلا، يقول الله سبحانه وتعالى: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. والمرأة مثل الرجل في وجوب الإيمان بالله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وموالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذا بعد أن بيّن أن المنافقين والمنافقات على النقيض من ذلك. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. فالمرأة مثل الرجل في الواجبات العامة في الإسلام والإيمان، والمرأة مثل الرجل في وجوب الصدق والصادقين والصادقات، صدق في الحديث والصدق في المعاملة والصدق مع الله والصدق مع الخلق. وهي مثل الرجل أيضا في تحريم الغيبة والنميمة والكذب وقول الزور وغير ذلك، سواء، إلا أن الله سبحانه وتعالى خص المرأة ببعض الأحكام التي تتناسب مع خلقتها وطبيعتها، فخصها بأحكام ليست في الرجال أو لا تشرع للرجال. وهذا موضوع حديثنا في هذه الجلسة المباركة إن شاء الله. فالمرأة من الناحية الزينة في جسمها وفي ملابسها لها خصوصية، لها خصوصية تختص بها عن الرجل. الله سبحانه وتعالى أباح الزينة للرجال والنساء في الجملة. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالمرأة لها حقها في الزينة، بل ربما تكون أحوج إلى الزينة من الرجل، ولكن هذه الزينة لا بد أن تكون في ضوابط شرعية وحدود مرعية. فهي مسموح لها بأن تتزين في جسمها بالنظافة، بأن تتنظف، ومسموح لها أن تتزين بالخضاب والأصباغ والمساحيق المناسبة، هذا كله مسموح لها به، لكن على وجه لا يترتب عليه فتنة ولا تبديه للرجال الذين ليسوا من محارمهم.
فهي تتزين في جسمها بالتنظف وتتزين في جسمها بالأصباغ والخضاب على وجه لا يحصل فيه فتنة للرجال الذين ليسوا من محارمها، إلا أنها منعت من وحرم عليها أشياء كانت الجاهلية تزعم أنها من الزينة، حرمها الله سبحانه وتعالى. من ذلك أخذ الحواجب وهو ما يسمى بالنمص، فلا يجوز للمرأة أن تأخذ شعر حواجبها ولا أن تقص شعر حواجبها، لأن هذا ملعونة من فعلته. لعن صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، والمراد بالنامصة التي تأخذ شعر حاجبيها إما بالحلق أو بالمزيلات أو بأن تقص شعر حاجبيها. وبعض النساء الفاسقات أو الكافرات أو المتشبهات بهؤلاء تزيل شعر حواجبها اليوم وتجعل مكانه شيء من الأصباغ أو شيء من اللون الأخضر، وهذه محادة لله ولرسوله، ومن فعلته فهي ملعونة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك حرم على المرأة التفلج والوشر، وهذا خاص بالأسنان، فلا يجوز لها أن تفلج أسنانها بمعنى أنها تحكها حتى يكون بينها شيء من الخلل أو من الفرج، تزعم أن هذا زينة، أو أن تبرد أسنانها بالمبرد حتى تكون على هيئة ترغبها هي وتظن أن هذا زينة، هذه ملعونة في الحديث. ولعن صلى الله عليه وسلم المتفلجات للحسن التي تقصد من هذا التزين، التي تتفلج في أسنانها يعني تعمل الفلج، وهو أن تجعل بين أسنانها فتحات يسيرة، هذا هو الفلج، وهي ملعونة على هذا الصنيع إذا كان هذا من أجل الحسن. أما إذا عملت هذا من باب العلاج، كانت أسنانها بحاجة إلى علاج، كانت أسنانها غير متناسقة في خلقتها، لها فيها زيادة في أسنانها، زيادة خارجة عن الهيئة المعروفة، يعني على وجه يلفت النظر ويكون عيبا في فمها، أو يكون فيها أسنان تحتاج إلى إصلاح، فيها سوس تحتاج إلى حك وإزالة، هذا من باب العلاج، إزالة التشوه في الأسنان، إزالة المرض من الأسنان، هذا لا بأس به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما لعن من فعلت ذلك للحسن. أما من فعلته للعلاج أو لأجل إزالة التشوه الخلقي، ويتولى هذا طبيبات يحسن هذا العلاج، فهذا لا بأس به. وكذلك الوشم، النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة، والوشم هو أن تغرز الإبرة في جلدها ثم تذر مغرزها بالكحل أو بمادة سوداء تبقى في جلدها دائما، هذا ما يسمى بالوشم،
وكانت النساء في الجاهلية يفعلنه، ولا يزال في النساء إلى اليوم، وخصوصا في بعض البلاد المجاورة من يفعلن ذلك في أيديهن وفي وجوههن، بأن يجعلن في وجوههن خطوطا خضرا من الوشم، أو يجعلن في وجوههن أو أيديهن أو أذرعهن نقاطا سوداء من الوشم. هذا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعلته، لعن الواشمة، وهي التي تفعل الوشم وتصنعه في النساء، ولعن المستوشمة، وهي التي تطلب هذا وتطلب من يوشمها ويعمل هذا بها. لعن صلى الله عليه وسلم النوعين، الواشمة والمستوشمة، كما لعن النامصة وهي التي تأخذ شعر الحاجب، والمتنمصة وهي التي تطلب هذا الشيء من غيرها. وكذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، والنائحة هي التي ترفع صوتها بالبكاء على المصيبة، وتتحسر على الميت، وتعدد محاسنه، تقول وعضداه وجنباه وكذا وكذا، وترفع صوتها بالنياحة، هذه ملعونة. وقال صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، والعياذ بالله. والنائحة عرفنا معناها، هي التي ترفع صوتها عند المصيبة. أما كون المرأة تبكي على ميتها أو على أخيها المسلم مجرد بكاء من غير رفع صوت، فهذا لا بأس به، هذا من الرحمة، وهذا شيء لا يستطيع الإنسان منعه، إنما الممنوع رفع الصوت عند المصيبة. كما لعن صلى الله عليه وسلم الصالقة، الصالقة هي التي ترفع صوتها أيضاً عند المصيبة، ولعن الحالقة وهي التي تحلق شعرها عند المصيبة، ولعن الشاقة وهي التي تشق ثوبها عند المصيبة. لعن صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأصناف من النساء، وهذه من عادات الجاهلية، هذه من عادات الجاهلية، وقد يكون في جهلة النساء في وقتنا الحاضر من يعمل شيئا من ذلك، لأن الجاهلية يبقى لها بواقي ورواسب في بعض الناس خصوصا مع الجهل. وكذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، لعن صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، فالمرأة ممنوعة من زيارة القبور، فإن زارت القبور فإنها ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما زيارة القبور خاصة بالرجال، إذا كان القصد منها السلام على الأموات والدعاء لهم، أما إذا كان القصد منها التبرك بالقبور والتقرب إلى الأموات كما يفعل عند الأضرحة اليوم، فهذه زيارة محرمة على الرجال والنساء، وهي زيارة شركية، هذه شركية ممنوعة بحق الرجال والنساء، لكن الزيارة الشرعية هذه مشروعة للرجال، أما النساء فإنهن ممنوعات من زيارة القبور. كذلك الله سبحانه وتعالى حرم على الرجال لبس الذهب ولبس الحرير، لبس الذهب، تحلي بالذهب، الرجل يحرم عليه أن يتحلى بالذهب، فلا يلبس خاتما من ذهب، ولا يلبس نظارات من ذهب، ولا يلبس ساعة من ذهب أو فيها ذهب أو مذهبة، الذهب حرام على الرجال لبسه والتحلي به، ولكنه مباح للنساء، مباح للنساء أن يلبسن الذهب ويتحلين به، لأنهن بحاجة إليه، ويكون ذلك
في حدود المعروف في أوساط النساء، ما يكون فيه مبالغة أو إسراف أو زيادة عن ما جرت به العادة. فالمرأة مباح لها أن تتحلى بالذهب، ومباح لها أن تلبس الحرير، بخلاف الرجل فإن الله حرم عليه التحلي بالذهب وحرم عليه لبس الحرير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج على أصحابه بذهب وحرير، فقال عليه الصلاة والسلام: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. ورأى صلى الله عليه وسلم رجلا في يده خاتم من ذهب، فقال عليه الصلاة والسلام: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، ثم أخذ خاتمه وطرحه في الأرض. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم من يد الرجل وطرحه في الأرض، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، هذا من إزالة المنكر، فأزاله صلى الله عليه وسلم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم والخاتم مطروح في الأرض، قال الحاضرون للرجل: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله، لا والله، لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا الإيمان وهكذا الامتثال. الشاهد من هذا أن الذهب يحرم لبسه على الرجال بأي أشكال اللبس، ولكنه يباح للنساء، إلا أنه يباح للرجال من الذهب ما دعت الضرورة إليه، مثل ربط الأسنان بالذهب أو تلبيس السن بالذهب إذا كان هذا من أجل الحاجة لا من أجل الزينة. أما إن كان هذا من أجل الزينة فإنه حرام. وأما إذا ربط أسنانه بالذهب أو لبس أحد أسنانه شيئا من الذهب من أجل الحفاظ عليه فهذا لا بأس به من أجل الحاجة، لأن الذهب له خاصية، الذهب لا يصدى، ولو لبس الأسنان بشيء غير الذهب لصدي في فمه وأنتن، لكن الذهب جعل الله فيه خاصية أنه لا يصدى ولا يمتن في الفم. ولكن مع إباحة التحلي للمرأة بالذهب فإنها منهية عن أن تظهره للرجال الذين ليسوا من محارمها، بل تغطي حليها عن الرجال إذا كانت بحضرة رجال ليسوا محارم لها، أو خرجت إلى عن بيتها، خرجت إلى السوق أو إلى المسجد حيث يباح لها الخروج، فإنها يجب عليها أن تستر حليها، بل يجب عليها أيضا مع الستر الحلي ألا تظهر صوته للرجال. قال تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يلبسون النساء الخلاخيل في الأرجل، وكانت المسلمات يسترن خلاخيلهن عن الرجال امتثالا لأمر الله ورسوله، ولكن كانت بعضهن تحرك رجلها بقوة من أجل أن يسمع من تحت الثوب صوت الخلخال، فنهى الله عن ذلك، فقال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يعني من الخلاخيل التي تحت الثياب. فإذا كانت منهية عن إظهار صوت الحلي فكيف بإظهار الحلي نفسه أمام الرجال غير المحارم؟ إنما أبيح لها التحلي ولبس الحلي في بيتها ومع النساء في محيط النساء وعند زوجها، عند زوجها تلبس الحلي في مجمع النساء أو محفل النساء تلبس الحلي، أما إذا كانت عند رجال غير محارم لها فإنها تستر حليها ولا تظهره للرجال. كذلك أباح الله لها أن تلبس من ثياب الزينة ما يجملها، ولكنها لا تخرج به
لا تخرج به خارج بيتها، تكون ثياب الزينة في داخل البيت، تلبس من ثياب الزينة ما شاءت في داخل بيتها، وإذا أرادت الخروج فإنها تخلع ثياب الزينة وتلبس لباسا عاديا ليس فيه زينة، وتلبس لباسا ساترا ضافيا على جسمها ولا يكون فيه زينة، ولا يكون لباسا ضيقا يبين مفاتن جسمها ومقاطيع أعضائها، بل يكون ضافيا ويكون واسعا ويكون غير ثوب زينة، ليس فيه زينة، وإنما هو ثوب عادي لا يلفت النظر. كذلك يباح للمرأة أن تتطيب في بيتها وعند زوجها وفي فراشها تتطيب، لكن إذا أرادت الخروج فإنها لا تخرج متطيبة، وإنما تخرج لا يشم منها رائحة طيب، أي أنواع الطيب، لا تخرج المرأة متطيبة، لأنها إذا خرجت متطيبة فإنها تتبعها الأنظار وتحصل الفتنة العظيمة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، تفلات يعني غير متزينات ولا متطيبات، هذا معنى التفلات، يعني يخرجن بهيئة لا تلفت الأنظار ويخرجن غير متطيبات. فالمرأة لا تخرج بالطيب إلى الشوارع أو إلى المساجد أو إلى المدارس إذا كانت تدرس أو تدرس، فإنها لا تخرج متطيبة، لأنها إذا خرجت متطيبة فإنها تكون عاصية لله عز وجل ولرسوله، ومعرضة نفسها ومعرضة غيرها للفتنة. هذا في مجال الزينة. في مجال العبادة والصلاة فالمرأة تختص بأحكام. المرأة لا تؤذن ولا تقيم الصلاة، وإنما هذا من خصائص الرجال، الأذان والإقامة من خصائص الرجال، ولا يجوز للمرأة أن تؤذن حتى ولو بصوت منخفض، ولا يجوز لها أن تقيم الصلاة لا لجماعة النساء ولا لنفسها، لأن هذا من خصائص الرجال، وإنما تصلي بدون إقامة، وتصلي على سماع أذان الرجال. هذا مما تختص به المرأة، أنها لا تؤذن وأنها لا تقيم الصلاة، وإنما تصلي بدون إقامة. إذا أرادت أن تصلي فإنها تكبر تكبيرة الإحرام ولا تقيم الصلاة كما يقيمها الرجل إذا أراد أن يصلي. كذلك في مجال الصلاة، الله أوجب صلاة الجماعة على الرجال، أوجب صلاة الجماعة على الرجال، وحرم على الرجل أن يصلي وحده وهو يقدر على حضور صلاة الجماعة، وتوعد الله جل وعلا الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة بقوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم تراقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يسمعون الأذان ويدعون إلى الصلاة ولا يخرجون من بيوتهم حتى ولو صلوا في بيوتهم. إذا صلوا نعم سقطت عنهم الفريضة، لكن بقي عليهم واجب صلاة الجماعة، يجب عليهم حضور صلاة الجماعة. وجاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه ما يلقى في طريقه إلى المسجد، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له أن يصلي في بيته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب فإني لا أجد لك رخصة. وقال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. هذا في حق الرجال. أما المرأة فإن الله خفف عنها،
ولم يوجب عليها صلاة الجماعة، بل الله يحب من المرأة أن تصلي في بيتها، الله جل وعلا يحب من المرأة أن تصلي في بيتها وأن لا تخرج إلى المسجد، هذا أفضل، لأن ذلك أستر لها وأبعد لها عن الفتنة. ولكنها إذا أرادت الخروج إلى المسجد للصلاة مع المسلمين فإنها لا تمنع من ذلك، لكن بشرط أن تلتزم بالأدب الشرعي. قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات، وليخرجن تفلات، بيوتهن خير لهن، يعني لو بقيت وصلت في بيتها كان هذا أحب إلى الله عز وجل وآجر لها أو أكثر أجرا لها وأفضل في حقها من أن تخرج إلى المسجد. ولكن إذا خرجت فهذا مباح بشرط أن تخرج تفلة، يعني غير متزينة وغير متطيبة، وأن تكون متسترة بكامل الستر. وكان نساء الصحابة يحضرن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن وكأنما على رؤوسهن الغربان، يعني كن يسترن رؤوسهن بالأغطية السوداء حتى كأنما على رؤوسهن الغربان. هذه نساء الصحابة، ونساء المسلمين يجب عليهن أن يكن مثل نساء الصحابة في التستر والتحفظ عند الخروج إلى المساجد. فكيف بالخروج إلى الأسواق؟ كيف بالخروج إلى الأسواق وكثير من النساء اليوم يخرجن إلى الأسواق بأنواع الطيب وأنواع الزينة وأنواع من الأشكال التي لا يرضاها الله ولا رسوله؟ الواجب على النساء أن يتقين الله عز وجل وأن يبقين في بيوتهن مهما أمكنهن ذلك، فإن بقاء المرأة في بيتها خير لها. قال الله تعالى لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم: وقرن في بيوتكن. قرن يعني من القرار، قرن أمر من القرار وهو البقاء في البيوت، وهو خطاب لنساء المسلمين عامة. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن. تبرج المراد به إظهار الزينة للثياب واللباس. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. هذا واجب على نساء المسلمين. فالمرأة ليس عليها صلاة جماعة وليس عليها صلاة جمعة، ولكنها إذا حضرت الجماعة أو الجمعة فإن ذلك يجزئها، فإن ذلك يجزئها، تكون تبعا للرجال. ومن الآداب التي تجب على المرأة عند خروجها للصلاة أن تكون صفوف النساء أو مقام المرأة إذا كانت وحدها خلف الرجال، أن تكون النساء خلف الرجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخروهن من حيث أخرهن الله. فلا يجوز للمرأة أن تصف مع الرجال أو إلى جانب الرجل في المسجد حتى ولو كان زوجها. إذا قامت تصلي مع زوجها ولو في البيت فإنها لا تصف إلى جانبه، وإنما تصف خلفه ولو كانت وحدها، تصف خلفه. فكيف إذا كانت امرأة غير زوجة؟ الأمر أشد. وقال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، لأن أول صفوف النساء يكون قريب من الرجال، وأما آخر صفوف النساء فيكون بعيد من الرجال، وهذا أبلغ بالستر والبعد عن الفتنة، مما يدل على أنها إذا خرجت للصلاة فإنها أيضاً تكون في المسجد معتزلة عن الرجال، لأن تصلي خلف الرجال بعيدة عنهم،
وإذا كانت من وراء حائل هذا أيضا فيه زيادة احتياط، وإن كانت وإن لم يكن هناك حائل فإنها إذا لم يكن هناك حائل فلا بأس، الحائل ليس بلازم في المسجد، ولكن إذا لم يكن هناك حائل فإنها تتأخر وتكون في مؤخرة المسجد بعيدة عن صفوف الرجال. هذه بعض الأحكام التي تختص بالمرأة في الصلاة. هناك أحكام تختص بالمرأة في أمر حيضها ونفاسها. المرأة ركب الله سبحانه وتعالى فيها الاستعداد للحمل والولادة والرضاع، لأنها محل الحرث، نساؤكم حرث لكم، هن محل الحرث. الحرث يعني الذرية، فالرجل هو صاحب الحرث والمرأة محل الحرث، والحرث نفسه هو الذرية التي يخرجها الله سبحانه وتعالى. وبما أنها حرث فإن الله جعل فيها استعداداً للحمل واستعداداً للرضاع، وذلك بأن جعل فيها سبحانه وتعالى هذا الحيض، هذا الحيض. فالمرأة التي تحيض تحمل، أما المرأة التي لا تحيض إنها لا تحمل في الغالب. والحيض هذا ليس دم مرض أو نزيف، وإنما هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم، لا نتيجة مرض أو عيب في المرأة، بل هو كمال، هو كمال في المرأة يخرج من قعر الرحم، خلقه الله لتغذية الطفل. فالطفل إذا كان في بطن أمه فإن الله يصرف هذا الحيض غذاء للطفل، ولذلك لا تحيض الحامل في الغالب، الحامل لا ينزل عليها حيض في الغالب، لأن الله صرفه لغذاء الطفل في بطن أمه. فإذا ولدت فإن الله يحول هذا الحيض إلى لبن، إلى حليب، ولذلك قل أن تحيض المرضع، لأن الله يحول حيضها إلى لبن يدر من ثديها ويرضعه الطفل. وإذا لم تكن هذه المرأة لا حاملاً ولا مرضعاً فإن الحيض ينزل عليها، ينزل عليها في فترات معينة تسمى بالدورات الشهرية. في مدة الحيض تحرم عليها أشياء لا يجوز لها أن تفعلها. أولاً لا يجوز لها أن تصلي في مدة الحيض، حرم الله عليها الصلاة وأسقطها عنها، فهي في مدة الحيض لا تجب عليها صلاة، ولذلك لا تقضيها إذا طهرت، لأنها لم تجب عليها في فترة الحيض، وهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى، لأن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة، فلو وجب على المرأة قضاء الصلوات التي في فترة الحيض وفي فترة النفاس لشق ذلك عليها، فمن رحمة الله أن خفف عنها فلم يوجب عليها الصلاة في فترة الحيض ولا قضاء الصلاة إذا طهرت. ثانيا يحرم على المرأة أن تصوم في فترة الحيض، أن تصوم، لا صيام رمضان ولا صيام قضاء ولا صيام تطوع، فالحائض لا يجوز لها أن تصوم، ولو صامت فصيامها غير صحيح، لكنها إذا طهرت فإنها تقضي الصيام الواجب، تقضي صيام رمضان، وذلك لأن الصيام لا يتكرر فقضاؤه لا يشق على المرأة بخلاف الصلاة. ولهذا لما سئلت عائشة، سألتها امرأة قالت يا أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت لها أحرورية أنت؟ لأن السؤال هذا تنطع، والسؤال والغالب أنه يخرج من الحرورية وهم الخوارج الذين يتنطعون. قالت أحرورية أنت؟ قالت لا ولكني أسأل.
قالت هكذا كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا هو الجواب الحاسم، نحن ننفذ ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كلام بعد هذا. فالمرأة لا تصوم ولا تصلي في مدة الحيض، ولكنها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. الحائض أيضاً لا تمس المصحف في مدة الحيض، لأن الله تعالى يقول لا يمسه إلا المطهرون، وفي كتاب مكنون إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فالمرأة لا تمس المصحف ما دامت حائضا، وكذلك لا تقرأ القرآن عن ظهر قلب ما دامت حائضا إلا في حالة الضرورة، إذا خافت أن تنسى حفظها من القرآن فإنها يجوز لها أن تقرأ في فترة الحيض وفي فترة النفاس حتى لا تنسى ما حفظته من القرآن. ففي هذه الحالة لا بأس، على ما أفتى به جمع من المحققين. وأما إذا لم تكن تخشى من النسيان فإنها لا تقرأ القرآن، لأنها عليها حدث أكبر، ومن كان عليه حدث أكبر فإنه لا يقرأ القرآن. كما أنه إذا كان على الرجل جنابة فإنه لا يقرأ القرآن ما دامت عليه الجنابة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ما لم يكن جنبا، فإذا كان جنبا فإنه لا يقرأ القرآن. قالوا والحيض مثل الجنابة حدث أكبر، فلا تقرأ الحائض القرآن ما دامت في فترة الحيض إلا في حالة الضرورة. الحائض أيضا لا تدخل المسجد للجلوس فيه، لا تدخل المسجد للجلوس فيه. إذا كان في المسجد درس وتريد أن تسمع الدرس أو فيه موعظة إنها لا تدخل في المسجد، وإنما تكون خارج المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أحل المسجد لجنب ولا حائض. فلا يجوز للمرأة أن تجلس في المسجد ما دامت حائضا، وإنما تكون خارج المسجد. وكذلك في مصلى العيد، قالت أم عطية كنا نخرج العواتق والحيض يسمعنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى، يعني يكون على جانب بعيد عن المصلى بحيث يسمعنا الصوت ولا يكون في المصلى. فالحائض والنفس لا تجلسان في المسجد، ويجوز للحائض أن تمر مع المسجد لأخذ حاجة، يجوز لها أن تدخل المسجد وهي في طريقها، كأن تمر من باب إلى باب آخر، أو أن تدخل المسجد لأخذ حاجة وتخرج، هذا لا بأس به. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد، الخمرة فراش صغير يصلى عليه، قال لها ناوليني الخمرة من المسجد، قالت إنها حائض، قال صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست بيدك، يعني لا بأس بمرور الحائض بالمسجد وأخذ الخمرة من المسجد، لأن الحيض ليس باليد، ليس بالكف، وإنما الحيض في مكانه الذي خلقه الله فيه. وكذلك لا بأس أن الحائض تذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير وقراءة الأوراد في الصباح والمساء، لا بأس بذلك، إلا أنها لا تقرأ شيئا من القرآن، وإنما تقرأ الأذكار والأدعية والتسبيحات والتهليل والتكبير إلى غير ذلك، كل هذا لا بأس به ولا تمنع منه الحائض. كذلك مما يحرم في حالة الحيض الجماع، لا يجوز أن تجامع الحائض، لا يجوز لزوجها أن يجامعها وهي حائض. قال الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن
حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فنهى سبحانه وتعالى عن جماع الحائض في فرجها، اعتزل النساء في المحيض الذي هو الفرج، ولا بأس أن يباشرها زوجها، أن يقبلها، أن ينام معها، أن يلمسها بشهوة، لا بأس بذلك، أن يستمتع بها، يستمتع بها إلا الجماع فقط، فإنه لا يجامعها حتى تطهر. أما الاستمتاع في غير الجماع من تقبيل ولمس ومضاجعة وغير ذلك فهذا لا بأس به، لأن المحرم شيء واحد وهو الجماع في الفرج، هذا في فترة الحيض. وفي فترة النفاس أيضا المرأة لا تجامع. كذلك مما حرم الله في حالة الحيض الطلاق، لا يجوز تطليق المرأة وهي حائض، وهذا طلاق بدعي لا سني، لأن الله تعالى يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، طلقوهن لعدتهن يعني طلقوهن طاهرات من غير مسيس. فإذا طهرت المرأة من الحيض ولم يمسها زوجها يعني لم يجامعها فإنه يطلقها إذا أراد، أما إذا كان جامعها في بعد طهرها فإنه لا يجوز له أيضا أن يطلقها في هذا الطهر، لا يجوز له أن يطلقها بعد جماعها في الطهر، ولا يجوز له أن يطلقها في حالة الحيض. هذا مما حرمه الله سبحانه وتعالى. كذلك في مسألة الحج، الله سبحانه وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والسبيل هو الزاد والراحلة. الله أوجب على المسلم أن يحج هذا البيت ولو مرة في العمر، الواجب حجة الإسلام مرة واحدة على المستطيع، الذكر والأنثى سواء، الوجوب يشمل الذكر والأنثى، ولكن الأنثى لا بد إذا أرادت الحج أن يكون هناك محرم يسافر معها، أن يكون هناك محرم يسافر معها. والمراد بالمحرم أن من تحرم عليه، المراد بالمحرم الرجل الذي تحرم عليه بنسب أو بسبب مباح، بالنسب مثل زوجة، مثل بالنسب مثل أبيها وأخيها وابنها وعمها وخالها، هذا بنسب تحرم عليه بالنسب، أو بالسبب المباح مثل الزوج وأخوها من الرضاع وعمها من الرضاع، هذا بسبب الرضاع، أو بسبب النكاح زوجها أو ابن زوجها أو أبو زوجها، كل هؤلاء محارم لها. قال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن، هؤلاء محارم أقارب المرأة الذين يحرم عليهم نكاحها بسبب أو بنسب أو بسبب مباح، فلا يجوز لها أن تسافر إلا مع محرم من هؤلاء، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا مع ذي محرم، وفي رواية أن تسافر مسيرة 3 أيام، وفي رواية أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم أو معها محرم. فالمرأة تحتاج إلى المحرم عند السفر سواء للحج أو لغير الحج، كل سفر تريد المرأة أن تسافره فلا بد أن تكون مع محرم، ولا يجوز لها أن تسافر وحدها، لأن سفرها وحدها يعرضها للخطر
ويعرضها للفتنة، ولأنها ضعيفة تحتاج إلى من يقوم عليها ويساعدها ويقوم بمصالحها، لأنها امرأة ضعيفة ومطمع للرجال والفسقة وغيرهم. فإذا كان معها محرم فإنه يكون حما لها. والمراد باليوم والليلة أو اليومين أو ثلاثة الأيام، المراد يوم كان المشي على الإبل، يعني يوم وليلة لمشي الإبل أو للأقدام، والآن اليوم والليلة أو اليومين أو ثلاثة الأيام تقطع في ساعات بالنسبة للسيارات أو الطائرات. الحكم واحد لا يتغير، الحكم واحد لا يتغير، فما دام مسافة السفر تبلغ 80 كيلو فأكثر، يعني مرحلتين، ما دام تبلغ مرحلتين والمرحلة 40 كيلو تقريبا، فإذا كان مسافة السفر 80 كيلو فأكثر فإنه لا يجوز للمرأة أن تسافر لا على قدميها ولا على دابة ولا على سيارة ولا على طائرة ولا في مركب ولا غير ذلك، سواء كانت وحدها أو كانت مع ناس كثير، ما دام ليس معها محرم فلا يجوز لها أن تسافر لا لحج ولا لغيره. هذا من الأحكام التي تختص بالمرأة. وأظن أن الوقت الآن ضاق، وأرى هناك كثير من الأسئلة، فلعلنا نتناول ما تيسر منها، لأني عندي موعد بعد قليل ولا أستطيع الاستمرار أكثر من هذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر لشيخنا سعيه وجهده وما سمعنا منه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. ولدينا الحقيقة كثير من الأسئلة، هذا جزء يسير منها، وكما سمعتم فضيلة الشيخ يعتذر وقد أبلغنا بذلك من قبل، ولعله أيضا أتى لهذا الموعد حبا في اللقاء، وإلا فلديه عمل ربما كان لا يمكنه من المجيء، فجزاه الله خيرا. ونعرض ما تيسر من هذه الأسئلة لعله أن يجيب عليها إن شاء الله تعالى. أول سؤال يقول: لقد ظهر بين النساء لبس ما يسمى بالكاب الذي يكون مقام العباية، ومن صفاته أنه كالثوب تماما له أكمام ومفصل على الجسم حتى الرقبة، أما الرأس فإنه يغطى بالخمار، فما حكم لبس مثل هذه العباية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المهم الستر، أن يكون اللباس الذي ترتديه المرأة أن يكون ساترا، ساترا بمعنى أن يكون كثيفا غير شفاف، يستر ما وراءه، وبمعنى أنه واسع، ما يكون ضيقا يبدي أحجام جسم المرأة، وبمعنى أن يكون ضافيا على جسمها يسترها سترا تاما لا يظهر منها شيء. فإذا كان اللباس بهذه الصفة كان صفيقا، يعني غير شفاف، وكان واسعا وهو ما يسمى بالفضفاض، وكان ضافيا وسابغا، فإنه يعتبر كافيا، سواء سميته كابا أو عباءة أو ملاءة أو رداء أو جلبابا أو جلال أو ما أشبه ذلك، سمه بما تشاء، فالعبرة ليست بالأسماء، العبرة بالستر. نعم. هنا سائل يقول: أهل الأهواء والشهوات يتقدمون بمقدمة فاسدة، وهي أن المرأة تعاني من اضطهاد وكبت في البيت والسوق وغير ذلك، ثم يطالبون المرأة بالتبرج والتمرد على الشرع والعرف السليم، فما توجيهكم في ذلك؟ نعم، ما معروف أن المريض يجد طعم الماء مر، الماء الحلو يجده مرا، فكذلك هؤلاء المرضى بالنفاق أو بالكفر أو غير ذلك من الآفات، يجدون أن أحكام الشريعة مرة،
لا يستسيغونها في المرأة وفي غيرها. ومن يكو ذا فم مر مريض يكون مرا به الماء يجد مرا به العذب الزلالة، هكذا طبيعة المريض. فهؤلاء مرضى في الحقيقة الذين يتصورون أن المرأة المسلمة في اضطهاد، هؤلاء مرضى يتصورون الحق باطلا والباطل حقا، هذا تصورهم معكوس والعياذ بالله. وإلا فالمرأة في الإسلام والحمد لله، المرأة في الإسلام مكرمة ومعززة، في بيتها مصونة ومحترمة، آمرة ناهية، قد وفرت لها أسباب الراحة. فأي اضطهاد هذا؟ الاضطهاد في خروجها، في خروجها من بيتها وإتعابها بالأعمال التي لا تتفق مع أنوثتها، هذا هو الاضطهاد في إخراجها من بيتها للأعمال، أعمال الرجال، وكونها تعمل مع الرجال في المكاتب أو في الطائرات أو في مجالات الرجال، تزاحمهم ويزاحمونها، هذا هو الاضطهاد في الحقيقة، هذا هو الاضطهاد. أما إكرامها، أما صيانتها، أما توفير الراحة لها، فهذا هو التوسعة، وهذا هو الخير، وهذا هو الإسلام. نعم. يقول السائل: ما توجيهكم للمرأة داخل البيت فهي تبالغ في الزينة عند إخوانها المراهقين الذين تؤجج شهواتهم وسائل الإعلام وغيرها، فهي تلبس ملابس ضيقة وغير ساترة أحيانا، وشعرها ورائحتها تهيج من حولها؟ هذا أنها تتزين وتتطيب عند الرجال الذين يخشى أن تثيرهم ولو كانوا من محارمها، إنما تلبس لباس العادة، إنما تلبس ما جرت العادة بلبسه في البيت، وتكشف ما جرت العادة بكشفه من الوجه والكفين وشعر الرأس، ولا تتزين الزينة الفاتنة إلا عند زوجها وفي فراشها، يعني ما تخرج إلى الرجال إلى محارمها ما تخرج بالزينة التي تلبسها لزوجها، وإنما هذا يكون خاص بالفراش وعند الزوج. فالفراش له زينة وله لباس، وجلوسها في البيت ومع محارمها له لباس آخر. نعم. هنا سؤال أيضا ورد من أكثر من شخص، أحدها يقول: كما يعلم فضيلتكم ويعلم كثير من الناس أن كثيرا من المستشفيات الحكومية يولد النساء فيهن رجال، فهل يجوز لي أو يحرم علي أن أذهب بزوجتي إليها مع وجود المستشفيات الأهلية ومع قدرته على تكليفها؟ ونرجو توجيه كلمة للمسؤولين بذلك. نعم، نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسؤولين لتنظيم هذا الشيء، وجعل النساء يولدهن نساء طبيبات، وهن كثيرة، طبيبات كثير والحمد لله في العالم الإسلامي، وكثيرة النساء الطبيبات. فنسأل الله يوفق المسؤولين لأن يأتوا بطبيبات يتولين علاج النساء في الولادة وفي غيرها، وهذا واجب، هذا واجب عليهم. أما عن هل يجوز للإنسان أن يذهب بامرأته إلى طبيب ليعالجها أو ليولدها، فهذا لا يجوز إلا في حالة الضرورة، في حالة الضرورة إذا خشي على المرأة من المرض أو من الولادة، تعسرت ولادتها أو يخشى عليها وليس هناك إلا طبيب رجل، فهذه حالة ضرورة لا بأس. الله تعالى يقول: إلا ما اضطررتم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، في حالة الضرورة لا بأس. أما إذا لم يكن هناك ضرورة فإنه لا يجوز أن يتولى الرجل علاج المرأة. نعم. سائلة تقول: السلام عليكم. كثيرة النسيان أو الوسوسة أيهما؟ فإذا صليت أصلي الصلاة وبينما أنا أثناءها أحاول أتذكر كم ركعة صليت فلا أذكر شيئا، أو هل قرأت الفاتحة مثلا لا أذكر ذلك، وهكذا مما في إعادة الصلاة، فما توجيهكم حفظكم الله؟ هذا ليس شكا، هذا وسواس،
فالواجب أنها لا تلتفت للوسواس، أنها تصلي وتستمر في صلاتها ولا تلتفت للوسواس، وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم إذا فعلت ذلك فإنه يذهب عنها بإذن الله. فالواجب عليها أن لا تلتفت لهذا الوسواس، وأن لا يؤثر عليها، وأن ترفضه رفضا تاما، وتستمر في صلاتها، لأن هذا من الوسواس الذي إذا عملت به زاد عليها، وإذا رفضته وتركته فإنه يذهب عنها بإذن الله. نعم. ما حكم الشرع قبات التي تخرج من المرأة؟ هل هي تنقض الوضوء أو تنجس الثوب الذي تصيبه؟ نعم، ما يخرج من الفرج، ما يخرج من الفرج فإنه نجس، فإنه نجس، يجب الاستنجاء منه، يجب أن يستنجي منه، ويجب كذلك غسل الثوب إذا أصابه، أو الجسم إذا أصابه شيء من هذه الرطوبة، لأنها نجسة، الذي يخرج من الفرج نجس، يجب الاستنجاء منه، ويجب الوضوء أيضا، لأنه من نواقض الوضوء، من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين، فهذا ينقض الوضوء ويوجب الاستنجاء قبل الوضوء. وإذا أصاب شيئا من الثوب أو من الجسم فإنه يجب غسله. نعم. يقول السائل: كل مسلم أن أعداء الإسلام يغيظهم تلك الصحوة المباركة مما جعلهم يكثفون جهودهم لمحاربتها، ومن ذلك دعوة تنظيم النسل، ومما يؤسف له أن هذه المسألة أصبحت أمرا عاديا عند النساء بحجج واهية كالدراسة والعمل وتربية الأولاد. ما تعليق فضيلتكم على هذه المسألة الخطيرة؟ قضية تحديد النسل كتب فيها الكثير من العلماء وأهل الاختصاص، وردوا هذه الفكرة، ردوها ورفضوها، وبيّنوا للناس أنها مكيدة، وأنها حرام، وأنها دسيسة من الأعداء، ولا يجوز للمسلمين أن ينخدعوا بها، لأن الأعداء يريدون تقليل عدد المسلمين وإضعاف المسلمين، فلا يجوز للمسلمين أن يتأثروا بهذه الدعاية، بل عليهم أن يطلبوا كثرة النسل وكثرة الولادة. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على تزوج الولود، وقال: إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وأيضا بكثرة النسل كثرة عدد المسلمين وقوة المسلمين وكثرة الإنتاج وكثرة العمال والمشتغلين ومما يقوي المسلمين، فلا يجوز تحديد النسل، ولا يسوغ هذا ما يتعلل به بعضهم من أن المرأة تريد أن تتوظف أو تريد أن تعمل والنسل يعوقها، هذه كلها من دعاية الكفار. عمل المرأة الوحيد والأساسي هو الحمل والولادة وتربية الأولاد وشؤون البيت، هذا عملها الأساسي، وإذا بقي عندها شيء من الفراغ لا بأس أن تعمل خارج البيت مع الاحتشام ومع الستر، تعمل خارج البيت إذا بقي عندها وقت عن أولادها وعن أشغال بيتها، أما الأساس فهو العمل في البيت وتربية الأولاد، هذا هو الأساس، وهذا عمل جليل لا يقوم به إلا النساء. نعم. سؤال يقول: ما حكم دراسة المرأة أو عملها بعد التخرج إذا كانت لا تجد من المحارم من يذهب بها ويأتي بها من وإلى العمل؟ وما هو الحكم إذا كان الزوج لا يرضى لها العمل حفاظاً عليها، وهل يأثم الزوج في هذه الحالة؟ أما إذا كان عملها تاج إلى محرم بأن تذهب 80 كيلو فأكثر عن البلد، فهذه لا يجوز أن تعمل إلا معها محرم يذهب بها ويجي معها، لأن هذا سفر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين، وقد حرروا مسيرة اليومين للراحلة فوجدوه يبلغ 80 كيلو فأكثر. أما إذا كان العمل في البلد وقريب من البيت، فإن كما ذكرنا الأصل والأساس أنها تعمل في البيت، فإذا أدت أعمال البيت
وبقي عندها وقت فإنها تعمل خارج البيت. كانت نساء المسلمين يعملن خارج البيوت في المزارع وفي رعي المواشي وغير ذلك مع الاحتشام والستر والعفاف وعدم الاختلاط بالرجال. أما قضية المرأة مع زوجها فهذا يخضع للشرط، إذا كانت شرطت عليه أنها تشتغل الشغل الذي في حدود الشرع، الشغل الذي يبيحه الشرع، شرطت عليها أن تشتغل خارج البيت الشغل الذي يتوافق مع الشرع، فإن المسلمين على شروطهم فيلزمه الوفاء بالشرط. أما إذا لم تشترط عليه فإنه لا يجوز لها أن تخرج من البيت إلا بإذنه، لا لعمل ولا لغيره، لا تخرج إلا بإذنه إذا لم تشترط عليه. نعم. من أسأل يقول ما توجيهكم للنساء اللائي يذهبن مع السائق سواء كانت واحدة أو أكثر خاصة الليلة؟ أما ذهاب الواحدة مع السائق فهذا لا يجوز، لا يجوز قطعا، لأنه خلوة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خلوة الرجل بالمرأة، وقال لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، فقال صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحم؟ قال الحم الموت، والحم قريب الزوج. فالخلوة، خلوة الرجل بامرأة ليست من محارمه، هذه حرام شديدة التحريم، سواء كانت في بيت أو في سيارة أو في بر أو غير ذلك. والمراد بالخلوة إذا لم يكن يحضرهما أحد من الرجال أو من النساء. أما إذا كانت جماعة من النساء مع سائق فالأمر أخف، الأمر أخف، لأنه لم يكن هناك خلوة، لأن إذا كان جماعة من النساء لم يحصل خلوة بين رجل وامرأة، تزول الخلوة، ولكن يبقى جانب الفتنة. إذا كان هناك فتنة إن هذا لا يجوز، ولو كنا جماعة مع الرجل، إذا كان فيه فتنة أو يخشى من الفتنة فهذا لا يجوز. أما إذا لم يكن هناك فتنة وكانت جماعة من النساء فالخلوة زالت. نعم. هنا سائل يقول فضيلة الشيخ أني أحبك في الله، هل يجوز للمرأة أن تبقى دون زواج عندما يتقدم لها رجل ولديه زوجة وأولاد بحجة أنها تريد رجلا بكرا؟ لا يجوز للمرأة أن تبقى بدون زواج، هذا حرام عليها، لأن هذا أولا يضيع عليها فرصة العمر، وثانيا هذا يحرمها من الذرية، وثالثا وهو أشد هذا يعرضها للفتنة، ويعرضها للوقوع في الفاحشة، لأن المرأة بحاجة إلى الرجل مهما كانت ومهما تحفظت فهي بحاجة إلى الرجل لما ركب الله فيها من الشهوة، فهذا يعرضها للفتنة. فإن تيسر لها أن تتزوج على رغبتها من رجل ليس معه امرأة، إذا تيسر لها هذا فلا بأس، أما إذا لم يتيسر فكونها تتزوج رجلاً معه امرأة أخرى أحسن ألف مرة وآلاف المرات من أنها تبقى عانساً تحرم من الأزواج. ولا يدرى، ربما يكون الخيرة في هذا الزوج ولو كان معه ثلاث نسوة وهي الرابعة، كونها تعيش مع نساء وتحت عصمة رجل يعفها وتنجب منه أولادا ويكفلها أحسن من كونها تبقى عانسة. تقارن المرأة بين مضرة العنوسة ومضرة الضرائر، ما تجد نسبة، تجد مضرة العنوسة أشد من مضرة العيش مع الضرائر والنساء. نعم. هنا سؤال يقول أيها الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد فقد كثرت في الآونة الأخيرة موضة قص الشعر للبنات وللكبيرات كذلك، فما حكم ذلك الفعل للصغيرة والكبيرة؟ هذا نص عليه أهل العلم فيما اطلعنا من كلامهم، قالوا إذا كان المراد بالقص القص للحاجة، مثل امرأة مريضة واحتاجت إلى قص الشعر من أجل العلاج، هذا لا بأس، حتى الحلق
إذا احتاجت إلى حلق رأسها من أجل العلاج بأمر الطبيب فلا بأس بذلك، أو كانت فقيرة ولا تدرك مثلا ما تصلح به شعرها من الدهن والزيوت والأشياء وهي فقيرة وتقص من شعرها من أجل تخفف منه حتى تخف المؤونة عليها، لأن تجعله مثلا إلى الكتفين بحيث أنه لا يكلفها نفقة كثيرة لإصلاحه، هذا قص للحاجة ما في بأس. أما إذا كان القص من أجل الزينة فهذا لا يجوز، لأن الزينة في بقاء الشعر وليست الزينة في قصه، وإنما قصه جاء بنتيجة التشبه بالنساء الأجنبيات، لما كان النساء الأجنبيات يقصصن شعورهن قلدهن كثير من نسائنا، وخصوصا النساء التي ينظرن في الجرائد أو المجلات المصورة التي فيها نساء، أو ينظرن في التلفزيون التي يأتي في شاشته بعض النساء التي يقصصن شعورهن، تأثر بهن نساؤنا تقليدا وتشبها، وهذا لا يجوز. زينة المرأة وجمالها في بقاء شعرها، ولهذا اكتفى منها الشارع إذا أحرم، إذا أرادت أن تحل من العمرة أو من الحج أن تقص من شعرها قدر أنملة، قدر أنملة يعني قدر أنملة الأصبع، ولو كان يجوز لها أن تقص شعرها أكثر من ذلك لأمرها الشارع به، دل على أنها لأن الشارع رغب من الرجل أن يحلق رأسه عند التحلل من العمرة أو من الحج، وجعل القص بديلا من الحلق، والحلق أفضل. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين 3 مرات، وقال: وللمقصرين في المرة الرابعة. قال تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فالحلق للرجال أفضل من القص، أما المرأة فالله جل وعلا لم يبح لها الحلق أبدا، وأيضا لم يبح لها القص إلا بقدر أنملة، فدل على أن الأصل بقاء شعر المرأة جمالا لها وزينة لها، وما وجدنا يقص شعورهن في هذا الزمان إلا المتشبهات بالأجنبيات. نعم. لا المقدمة ولا المؤخرة ولا الجوانب، تترك شعرها على مكان وتفرقه وتنظمه والحمد لله، هذا هو جمالها. نعم. سائل يقول: لا يخفى على كل مسلم غيور على دينه ما ابتلي به المؤمن وخاصة النساء، وذلك مما يعرض في هذا الجهاز الخبيث، هو لم يذكر اسمه لعله يريد التلفزيون أو الفيديو أو كليهما، فهناك رجال شبه عراه، فهل على المرأة إثم إذا نظرت إليهم ولو لم تتعمد ذلك؟ لا يجوز النظر إلى العرات لا للرجال ولا للنساء، لا يجوز للرجل أن ينظر إلى العرات، ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى العورات، لأن الله تعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فلا يجوز النظر إلى العورات وإلى العورات لا الرجال ولا النساء، لما في ذلك من الفتنة ومخالفة ما نهى الله ورسوله عنه. نعم. هنا يقول: ذكرتم يا فضيلة الشيخ موضوع النياحة على المصيبة والوشم على الجسم، فما حكم من فعل هذا وهو يجهل الحكم الشرعي في ذلك وخاصة من الأجداد الأقدمين، ودمتم يا فضيلة الشيخ؟ من فعله جاهلا فإنه لا حرج عليه، لأنه معذور بالجهل، فإذا علم فإنه يجب عليه أن يتوب إلى الله ويترك هذا الشيء، أما ما عمله في حالة الجهل فإن الله تعالى يقول: ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به، فهذا يعتبر خطأ ولم يتعمده، ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، فيعذر بالجهل والنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إنما الذي يؤاخذ هو المتعمد الذي يفعل الشيء وهو يعلم أنه لا يجوز. نعم. أما علم
فإنه يكف ويترك هذا الشيء. المرأة إذا كانت من عادتها النياحة تترك النياحة وتتوب إلى الله عز وجل، إذا كانت من عادتها أنها تعمل الوشم تترك الوشم وتتوب إلى الله عز وجل. نعم. هنا سؤال يقول: هل لبس البرقع يجوز؟ لأن البراقع بعضها يخرج العينين وبعضها ربما أخرج الوجنتين، وفي ذلك ما يفتن. إذا كان لبس البراقع من أجل الزينة هذا لا يجوز، مثل ما أصبح موضة الآن نوع من البراقع اتخذ موضة للزينة، هذا لا يجوز لأنه فتنة. أما إذا كان لبس البراقع من عادات المجتمعات مثل عادة البادية والأعراب أو عادة بعض المجتمعات أنهم يلبسون البراقع، هذا لا بأس به إذا لم يبدو إلا العينان فقط، الفتحة التي تبصر منها المرأة. إذا كان من عادة الناس هذا الشيء في البادية أو في الأعراب فلا بأس بذلك، أما أن يتخذ هذا موضة وزينة هذا لا يجوز. نعم. لعل البراقع، فالمرأة الحضرية تلتزم بعادتها، تلتزم بعادتها. نعم. لعل هذا يكون هو آخر سؤال، وهو: ما الذي يجوز أن تراه المرأة من المرأة، وما الذي يعد عورة حتى يجب ستره عن المرأة الأخرى، وفقكم الله لما فيه الخير؟ صحيح أنه يجوز للمرأة أن تنظر من المرأة إلى ما جرت العادة بكشفه، مثل ما يجوز للمحرم أن ينظر إليه من المرأة، يجوز للمحرم ينظر إلى شعرها، شعر رأسها ووجهها وكفيها وقدميها، يجوز لمحرمها ذلك، ويجوز للمرأة أن تنظر من المرأة أيضا هذه الأشياء. أما ما زاد عن ذلك فلا داعي له ولا تكشفه لا لمرأة ولا لمحرم، لأن هذا أستر لها وأبعد عن الفتنة. نعم.